أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لبس الخاتم والساعة من محظورات الإحرام؟ لا، يجوز للمحرم يلبس الساعة لأنه يحتاج إليها، مثل ما يجوز له لبس الكمر والحزام لحاجته، كذلك لبس الساعة لأنه يحتاج إليها لمعرفة الوقت ومعرفة أوقات الصلاة. والخاتم كذلك يحتاجه الإنسان، خصوصا إذا كان فيه اسمه، ثوب فيه اسمه يحتاجه. والخاتم ليس من المخيط، يجوز لبسه للمحرم.